ايه ده؟ انت مالهاش اثر؟ مالهاش اثر؟ طب اركب. هنروح فين؟ نروح نشوف ايه اللي حصل؟ العجله نامت ولا فرقعت؟ ولا حصل ايه اللي حصل؟ ده يوم اسود. اركب اركب يا اخويا اركب بسرعه. يلا لف بسرعه. مش قلت لك راجعين ياض؟ الحمد لله. بس برافو عليك اصلي. مش قلت لك؟ امال عربيه مين دي؟ بلاش اسئله غبيه يا بركه. طيب طب زين ما كانش معاك ليه؟ يا ابني جاي وراك اهو. وصل اهو. سلام يا زين. عشرة على عشرة يا ياض، طلعت ابن جنية بصحيح. اهو كده تعجبني يا صاحبي، مش قلت لك بطل تشاؤم وخليك متفائل كده على طول. لا ما خلاص، التشاؤم ده طلقته بالتلاتة. عليا النعمة، بحبك يا أشقر. حبيبي حربي. ده بتكلم مين؟ هكلم المعلمة طمنها. كلمها. الو. ايوه معلمه، كويس انك لسه صاحي. وانت فاكر ان انا اقدر انام من غير ما اطمن عليكوا على العمليه؟ لا طمني يا معلمه، كله تمام التمام. حصلت اي مشاكل؟ خالص يا معلمه، كله اصلي. احنا دلوقتي هنشون البضاعه، وبكره ان شاء الله الصبح هجي لك ارسيكي على الموال كله، ونشوف هنتصرف ازاي. الليله تفوت عليا الليله، مش هستنى لغايه بكره. سلمي على زين وعلى بركه. يوصل يا معلمه. سلام. بتسلم عليك يا زين. الله يسلمك ويسلمها يا حربي. طب وانا؟ وانا حربي؟ وانت كمان يا بركة. يا بركة. حلاوتك يا عاطف. حلاوتك. برافو برافو. برافو يا بنات، برافو. ميرسي. هو الجميل واقف لوحده ليه؟ ما تيجي نقرب المسافات وتقعدي جنبي. ما تقوم تصب للأمامير دول كاسين حلوين كده، ولا احنا هنفضل نشرب ونسكر وهما يجوا يهووا علينا. يا سلام من عينيا يا رشوان بيه، خدت بالك عندك؟ ايوه. اعمل كاسين. حاضر اروح اعمل كاسين. احنا قلنا نقرب المسافات. سوري أنا زعلان منك جدا جدا، من ساعة ما جيتي ما قلتيش كلمة واحدة. ما أنا أصلي كنت مستنية أنت تتكلم. إيه الطقم الأدب اللي أنت فيه ده؟ خف عليها شوية يا رشوان بيه، دي لسه جديدة في الجو بتاعنا ده. كمان انت عارف يعني متاكد ان احنا من عيله محافظه قوي قوي قوي. ايوه ايوه شفتوا. النعله الغلبان. المايه في ايديكي وعنتر عطشان حبيبي. الو عزام بيه، رشوان بيه عندك؟ ايوه موجود. في ايه؟ مصيبه مصيبه عزام بيه. ايه اللي حصل؟ التريلا التريلا ضاعت. انت بتقول ايه؟ الله، هو في ايه عنتر بيه؟ في ايه يا عزام؟ مفيش حاجه دنيا.
خدي دعاء وروحي، براح يوصلكم لحد البيت. يروحوا ليه يا عزام؟ الليل لسه طويل والقعده حلو. اللي قال جاي يقتلي عنتر. يلا يا دنيا. يلا يا بت يا دعاء، انا مش عارف قله المزاج دي. يلا ايه يا عزام؟ في ايه؟ العربيه اتسرقت. عربيتين اللي اتسرقت؟ انهي عربيه اللي بتتكلم عليها؟ العربيه اللي فيها البضاعه. يا دي المصيبه، يا دي الليله الطيط. هنعمل ايه؟ هتصرف كيف؟ انا هتصل بعدلي بيه عشان يبلغ الباشا الكبير. لا استنى، استنى ايه؟ الباشا الكبير لازم يعرف كل حاجه. مش لما نعرف احنا الاول ايه اللي حصل؟ فين حنفي دلوقتي يا عزام؟ حنفي ومفيد قلت لهم يجوا على هنا. بالظبط، نبقى نستنى لما يجوا ونعرف ايه الحكايه وبعد كده نبقى نتصرف. تفتكر بعد اللي حصل ده رشوان هيسكت؟ اعلى ما فخده وركبه. وبعدين رشوان ده باين عليه راجل مفتري قوي واكل حقوق ناس كتير، يبقى يدور بقى على مين اللي عمل فيه كده وبقابلني بقى لو عرف احل. يا خوف يا حرب لو عرف. احنا قلنا ايه يا عم زين؟ بطل تشاؤم وخليك متفائل احسن. ماشي يا عمنا او كده نمشيها تفاؤل. حربي زين، بص لقيت في العربيه سكر بودره. جبته منين ده يا؟ ده جوه العربيه وسط الحديد. انا ما اعرفش ايه دخل سكر البودره بالحديد يعني. ده مش سكر بودره، ده بودره بركه. يعني ايه؟ يعني فيها تأبيده. ده ما كانش فيها اعدام يا عم حربي. ايه؟ اعدام؟ شفتي بقى يا دعاء؟ الحكايه طلعت سهله مش صعبه زي ما كنت فاكره. لا بس ده جو غريب قوي يا دنيا، انا مش واخده عليه خالص. بكره يا اختي هتتعودي. انا مش عارفه يا اختي، لولا التليفون اللي جالهم ده كان ممكن يجرى لنا ايه؟ نهار اسود. قال يا دنيا صحيح هو ايه اللي حصل؟ النبي ما انا عارفه، بس شكلها كده في حاجه غريبه بتحصل، حاجه غلط. غلط؟ غلط ازاي بقى؟ اصل عزام وعنتر ورشوان في بينهم كده بيزنس مفيش حد يعرف عنه حاجه. بيزنس ايه؟ هي بنت انت بتفهميش؟ بقول لك مفيش حد يعرف عنه حاجه. بعدين يعني احنا مالنا؟ خليهم هم في البسبس بتاعهم واحنا في البسبس بتاعنا. فين العربيه يا حيوان؟ ما اعرفش يا رشوان بيه، احنا كنا ماشيين في امانه الله والعربيه ورانا، بنبص ما لقيناهاش. فص ملح وداب. يعني ايه فص ملح وداب؟ قرش وقع في بلعه؟ دي تريلا. عارف يعني ايه تريلا يا تريلا؟ استنى يا رشوان. استنى ايه بس؟ ما انت سامع بيقول لك تريلا واحد. اهدى يا رشوان واسكت. يعني ايه اهدى؟ انتم شويه رجاله ورا، ما تنفعوش كمان تبقوا رجاله، انتم شويه زباله. السواق والتباع تعرفوهم كويس؟ ايوه يا باشا. يعني مضمونين؟ دول رجالتنا. الشيطان شاطر يا حلفي، يكونش حد لعب في دماغهم. عارفين هم ساكنين فين؟ عارفين عنوانهم كويس؟ هنعمل ايه يا عم حربي في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ والله ما انا عارف يا زين. الحكايه كده كبرت قوي وبهوات على الاخر واحنا مش قدها. هي من ناحيه كبرت فهي كبرت، اما حكايه بقى ان احنا مش قدها دي والله مش عارف. هو ايه ده اللي مش عارف؟ اذا كنا عاملين الف حساب لرشوان عشان سرقنا منه عربيه فيها بضاعه بكام الف، ما بالك بقى لو خدنا تأبيده زي دي تسوى ملايين، هيعمل فينا ايه؟ عندك حق يا زين، الحكايه تخوف. تخوف؟ دي ترعب وتنشف الدم. وطالما مفيد كان مع حنفي يبقى اكيد عنتر الشندويري موجود في الليله، ومين عارف مين تاني موجود؟ والناس دي يا اخويا مش هتسكت لما البضاعه دي ترجع لهم. يبقى احنا لازم نتاول البضاعه دي في مكان الدبان لزق ما يعرفوش طريق. او نخلص منها. نخلص منها ده يا عم زين؟ دي نعمه يا عم، نعمه. حد يرفض النعمه؟ النعمه اللي بتتكلم عليها دي يا حربي ممكن تودينا السجن وتعلنا.